اهلا بنات، كي دايرين؟ بخير. تحيه كبيره لكم مجددا من حلوي ام عبد المغيث. نتمنى انكم تكونوا في احسن حال والاحوال. الوصفه ديالنا ديال اليوم دائما في سلسله رمضانيات غدا نفر، وصفه اللي هي سهله اقتصاديه باقل مجهود باقل تعب، وكذلك بلا فران كيف ما كتشوفوا. بيتزا ديال المقله كتجي بحال ديال اشهر المحلات الكبرى، مقادير اقتصاديه سهله، وكذلك الاهم هي انها كتجي لذيذه. الا بغيتو تشوفوا الوصفه ديالنا التحقوا بنا، او لا الا بغيتو تتابعوا باقي الفيديوهات التحقوا بنا في الصفحه ديالنا في فيسبوك ام عبد المغيث سند، او اكاديميه الحلويه ام عبد المغيث، الجروب اللي دايرينه باش توصلوا دائما بكل فيديو جديد. شيء اخر اللي نبغي ناكد عليه بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، ما تبخلوش باش تشاركوا، ما تبخلوش علينا بتعليقكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم لتحت، اكيد الانتقادات البناء والوصفات اللي بغيتو تشوفوا كذلك عن القناه. رمضانيه غدا نفر كترحب بكم، والوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم غدا نفر غادي تنال اعجابكم بحال الريب ديال كميه كثيره. طولت عليكم كيف العاده، سيهم شحال فكرت في الهضره، اكيد لانكم عزازين ولانني كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ولانكم خواتاتي وحباباتي والناس اللي شجعوني، وكذلك ناس اللي وقفوا في جنابي او لا اللي كانوا معايا، اكيد انني ما كنسخاش بهم. ولكن غادي ندوزو الوصفه دغيا. درت لينا الضوء الضوء خاصيه بهذيك المقله كدوري فيها بركه حبسي. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندنا 300 غرام ديال الطحين الابيض، عندي معلقه كبيره ديال نيدو او ديال الحليب المجفف، كذلك عندي معلقه صغيره ديال الملحه بيضاء، وتقريبا واحد شويه ديال الخميره ديال العجينه، وعندي شويه ديال المدافئ اللي غادي نجمع به الخليط، ومعلقه ديال السنينه. انا البيضة هنا ضفتها هنايا، غنبداو على بركه الله. غادي ناخذ اناء غنوضع فيه 300 غرام ديال الطحين، غنوضع فيه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ملحه وشويه ديال البزار او شويه ديال الزعتر الا كان عندكم، معلقه كبيره ديال نيدو، وعندي معلقه صغيره ديال السنيده. غادي نخلط هذا الشيء كامل، غادي نضيف هذيك البيضه، نحاول انني نجمع البسبس اول شيء الطحين، من بعد غادي نبدا نضيف شويه ديال الماء اللي غادي يكون دافي، انا كنجمع في العجينه يعني غير شويه. نضيف شويه طحين باش نفك الديه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ العجينه ديالي، غادي ناخذ هذا البابي في الموتور، غادي نسد عليها باش غادي تخمر، ونخليها تقريبا واحد المده ديال نص ساعه بين ما خمرات، وهذيك الساعه غادي نعاودوا نتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. كما كتشوفوا من بعد ما خمرت العجينه ديالي، اولا من بعد ما دازت هذيك نص ساعه، غادا نحيدها وغادا نرش شويه ديال الطحين في مكان العمل. انا كتعجبني هذه حيت ما فيهاش تماره وما فيهاش ديك شعيال الفران بقاي، غنجيب المدلك باش نطلق. هنا غادي ناخذ مدلك وغدا نبدا نطلق.
يطلق بشكل دائري باش ما تجيني مقاده في الحطه ديالها. يعني ملي كتضربي المدلك كديري هذه اللعيبه هكا باش كتجيك هانتو بحال كتضربي بنصف دائره. نتوما غادي تشوفوا على حساب المقله اللي عندكم. انا عندي ديجا مقله كبيره نحيد عليها الطحين اللي زيد باش ما يجيش فيها الحراق. غادي ندير المقله الغليظه سخون او المقله ديال وجده نديرها سخون ونطلقها. انا كيف ما كتشوفوا معايا رميتها في المقله اللي غليظه ديال الوجده اللي سخنتها قبل وغادي نخليها حتى طيب تقريبا نص طيبه وغادي ندوزو باش نخدمو مع بعضياتنا الحشوه. بالنسبه للجناب هنايا انا جوني طالعين واقفين ما بغيتش نديرها واقفه تنيتهم على هاد الجهه وشديتها بالفورشيت. انا غادي نخليها طيب وغادي ندوز باش نوجد معكم اولا نوجدو مع بعضياتنا الحشوه ديالنا. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد المقله غادي نضيف فيها شويه ديال زيت الزيتون غادي ندير فيها جوج ديال البصلات وغادي نردو فوق العافيه كيف العاده باش غادي تشحو. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما نزلت ليا البصله غادي ناخذ الفلفله اما تكون مقطعه هكاكين اولا انا مستعملاها في الفريجو دايرها في الكونجيلاتور. اكيد غادي نخلي لكم الطريقه ديال التخزين ديالها نفعتني خصوصا في هذا رمضان. غادي نديرها فوق الغطا باش عاود تشحر مع الفلفل. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ البيتزا ديالي غادي ناخذ مركز الطماطم اولا مطيشه ديال الحك غادي نضيف عليها غير شويه ديال الماء باش تطلق. كاينة اصلا وحده اللي كتباع جاهزه بالنسبه للبيتزا لكن انا غادي نستعمل غير هذه. يمكن تضيفي لها شويه ديال زيت العود شويه ديال الزعتر شويه ديال الملح وشويه ديال البزار شويه ديال الزعتر بطبيعه الحال. غادي ناخذ البيتزا اللي في المقله ما غاديش نحركها منها طابت نص طيبه وغادا ندهنها بالمعجون ديال الطماطم او لا أو المطيشة ديال الحك. كتجي رائعة ولذيذة وفي نفس الوقت سريعة يعني مكتحتاجش منك وقت كبير. هنا كيف ما كتشوفو معايا غادا ناخد كمية ديال جبن ساندويتش هنايا كيف ما كتشوفو معايا غادي ناخد واحد الكمية ديال جبن ساندويتش غادا نقطعو هاكا مورصويات هو اللول على غادي نقطعو مورصويات هو اللول على العجين ديال البيتزا. يمكن لينا انا نديرو الموتزاريلا هو الاول لكن انا بغيت ندير لهم هذا الساندويتش هو الاول. غادي ناخذ كذلك الحشوه اللي وجدات ديال البصله والفلفله غادي نرشها من فوق الخليط غادي نديرها من فوق لاباط ماشي من فوق الخليط
ناخذ كذلك كما كتشوفوا غادي ناخذ طون او الفيلي غادي نوضع فوق البيتزا غادي ناخذ شويه ديال الزيت مكحل نزوق بيه البيتزا ديالي عاد من الفوق غادي ناخذ الموتزاريلا وغادي نرشو انا ديجا هنايا كان عندي في المجمد جبتو حطيتو اون كان ثاني اللي خديتو كميه كثيره يمكن لكم انكم تحكوها وديروها هكا في الكونجيلاتور وقت ما بغيتوها كيبقى كانك يلاه كيف واخده يعني ما تيتغير فيه لا مذاق لا حتى حاجه وغادي نردها فوق البوطه غير هي هذه المره غادي ندير عليها ضروري الخطايا باش ارجع لها الصاد وطيب ليا من الفوق. بالنسبه للبيتزا ديالنا ديال اليوم ها هي كيف ما كتشوفوا وجدات رائعه جديده في مده قصيره بدون مجهود بدون تعب وكذلك باقل تكلفه جد اقتصاديه كتجي بحال ديال المحلات الكبرى. على امل لقاء بكم ان شاء الله باذن الله في حلقه اخرى ووصفه اخرى على القناه من رمضانيات غدا فرم ما بقى لي الا نودعكم نقول لكم صحه فطوركم ونتمنى انكم تباشرونا بتجربتكم للوصفه وكذلك شيء اللي نسيتو يمكن لكم انكم تدهنوها هنايا بالصفر ديال البيض في البدايه ديالها وهي عجينه الا بغيتوها تجيكم من هنايا صفراء اولا كذلك مركز طماطم انا خليتها هكا وتزيدوا كميه ديال الفرماج كثر انا هذاك الشيء اللي كاين عندي في الثلاجه ما بغيتش نحرم الناس من الوصفه اولا نعطر عليكم الوصفه خاصه اننا في ابواب رمضان هادشي غير قلت لكم بسلامه راني غاده الشوق كيقول لكم عمر سوق العيالات بيعبر تحيه كبيره لكم والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله باذن الله على القناه ما تمشيو فين.